إلى محايل عسير. وسط حراك بيئي يحتضن مركز قنا التابع لمنطقة عسير، يقام مهرجان العسل في نسخته الأولى والذي يستقطب العديد من الزوار لهذا المعرض. تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان وما يضم من أركان وفعاليات مع زميلنا أحمد عسيري. أهلا وسهلا فيك يا أحمد، مساء الخير لك. أهلا عهد، مساء عليك. أهلا عهد، مساء عليك وعلى السادة المشاهدين عبر شاشة القناة السعودية، والتي أنتقل من خلالها من أجواءكم الباردة الماطرة إلى أجواءنا الدافئة في مركز قنا، والذي يحتضن في هذه الأوقات مهرجان العسل في نسخته الأولى. للحديث عن هذا المهرجان ينضم إلي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمركز قنا الأستاذ خالد سبيخي. رحب فيك عبر شاشة القناة السعودية، وبودي أن تسلط لي الضوء على هذا الكرنفال. حياك الله، ونرحب بالقناة السعودية الأولى في مهرجان العسل الأول في مركز قنا. بودي الآن أن تحدثني عن دور مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحداث هذا الكرنفال. صدرت موافقة سمو سيدي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز الله يحفظه ويطول في عمره، وبمتابعة مستمرة من سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة منطقة عسير المهندس عبد الله بن حسن الويمني، وحرصه الدائم والمتابعة المستمرة على إقامة مثل هذه المهرجانات والفعاليات في محافظات ومراكز منطقة عسير. أستاذ خالد، بودي تحدثني ما يحتوي هذا الكرنفال. بالنسبة للمخيم الخاص بمهرجان العسل الأول يحتوي على عدد 50 بوث، منها 30 بوث خاصة بالنحالين، هناك بوث واحد خاص بمستلزمات أدوات النحل، هناك 13 إدارة حكومية مشاركة معنا في هذا المهرجان، أيضا هناك في 6 بوثات أو 6 أجنحة خاصة بالأسر المنتجة. يتخلل هذا المهرجان إن شاء الله غدا يوم الخميس بعد صلاة المغرب، هناك في محاضرة تخص النحالين بعنوان آفات وأمراض النحل، تستغرق 40 دقيقة. أيضا هناك في عربة متنقلة جهزتها الوزارة راح تكون خارج المهرجان تخدم النحالين، بحيث أنه أي نحال عنده إصابة يقدر أنه يذهب للطبيب ويأخذ الاستشارة والعلاج المناسب. يعطيك العافية وفالكم التوفيق أستاذ خالد. يعطيك العافية، شكرا لك. أيضا يا عهد، هذا الكرنفال يحتوي أيضا على عدد من الفعاليات. الحديث عن هذه الفعاليات ينضم إلي أحد أعضاء هيئة التنظيم أستاذ يحيى قشروم. رحب فيك عبر شاشة القناة السعودية، ولعلك في هذه الدقائق تخلط لي عن الفعاليات المصاحبة لهذا الكرنفال. الله يعطيكم العافية، شاكرين ومقدرين تواجدكم وحضوركم معنا في هذا المساء. هذا الكرنفال المصغر ولله الحمد يضم عدد من الفعاليات المصاحبة لخيمة التسوق. لدينا فعاليات الطيران الشراعي، ربما تسمع صوت محرك الطائرة تجوب الأجواء في هذه اللحظة. لدينا حفل ثقافي وشعبي بمشاركة فرقة قنا الشعبية، ولدينا أيضا مهرجان للأسرة والطفل يمتد على مدى يوم غد بإذن الله من 4 عصرا إلى 10 مساء. لدينا أيضا فعاليات للتوعية بالقيادة الآمنة في الطرق الوعرة ينفذه فريق متخصص. أيضا لدينا سباق اختراق ضاحية، ولدينا فعاليات ثقافية متنوعة تهم كل شرائح المجتمع بإذن الله. سيدي يحيى عبد الله، فالكم التوفيق وشكرا لهذه الدقائق التي منحتنا إياها. الله يعطيكم العافية وشكرا لحضوركم. إذن يا عهد، على مدى 4 أيام يستمر هذا الكرنفال وسط هذه الأجواء الدافئة. هذا كل ما لدي في هذا النقل الحي. أعود بالصورة والصوت لك في الأستوديو. شكرا لك زميلي أحمد عسيري على هذه التغطية لمهرجان العسل في محايل عسير، وشكرا لضيوفك الكرام اللي أدلوا لنا بكافة هذه التفاصيل عن المهرجان، وبإذن الله يستمر في الأعوام القادمة.